اشنو كيتقداو الناس في العطريه؟ العطريه اختي تياخذوا كل شيء، تياخذوا البزار، ياخذوا الخرقوم، سكيجبير، التحميره، الكامون، القزبر، المروزيه، البرقوق، الزبيب، المشماش، كيتيدي اناناس، الملتزمات والقرفه. الاثمنه هذا العام قالوا الناس غاليه. اثمنه زيد البزار، البزار هو اللي كاين في ارتفاع وسكيجبير. والخرقوم، الخرقوم هذاك العام داو الناس ب 800 وسكيجبير داو ب 1200، هذا العام داير 80 درهم والخرقوم داير 60 درهم. وكذلك البزار، البزار دابا داير 75 درهم حتى 80 70، هذاك العام كان داير 60 درهم. والكامون عاوتاني شويه، الكامون داير 120 درهم وكاينه 160 درهم وكاين 240 درهم. دابا المناسبة جد الناس كلشي تيدي العطرية، أكثرية تيدي عندنا لحقاش حنا عندنا السلعة جديدة، كلشي تيجي تنطحنوا ليه هنا قدامهم، كلشي أي حاجة من الوزار من الخرقو من المروزية من القزبر من الكامون، كلشي تنطحنوهم ليهم بحال شديتي ودقيتي في دارك. مع العيد اشنو العطريه اللي كتحتاجي؟ العطريه ديال البزار، السكنجبير، الخرقوم، الثومه، المروزيه، الكمون، القرف، عواد، يعني جميع العطريه اللي كيحتاجوا الناس ديال العيد الكبير، كلشي يعني كتستعمل في هذا العيد هذا. من ناحيه الثمن كيجاك؟ من ناحيه الثمن شويه يعني بين قاصح شويه، ولكن يعني ما عندك ما ديري منك من الناس ضروري. دابا المناسبة ديال العيد شنو العطريه اللي كتحتاجي في العيد؟ كنحتاج البزار، سكنجبير، الخرقوم، معلق هذا البزار، سيبيسان، ويويره كنحتاجو، الزبيب كنحتاجو، البرقوق، المشماش كنحتاجو، كلشي كنحتاجو. كي جاتك الاثمنه هذا العام؟ شويه طالعه، وانما ما عندنا ما غنديرو، ما عندناش ما غنديرو، نحتاجو القرفه، كنحتاجو اي حاجه خاصه انا راه حنا كنجيبوها. اشنو كيتقداو الناس في العطريه؟ البزار، الكمون، التحميره، السنجبير، الخرقوم، المروزيه، الزبيب، البرقوق، المشماش، القزبور، هادو هما اساس ديال العيد الكبير. الاثمنه هاد العام قالوا الناس غاليه. الثمن كاين شي حاجه اللي زادت، كاين حاجه باقي في الثمن ديالها، بحال الكمون هو اللي زايد البلدي شويه، تقريبا من 160 درهم حتى 240 درهم. وكان غادي 70 درهم، كان ديال 100 درهم، على حساب ديال كل واحد من تيجي. البلاد هو الغالي، كان رخيصة شوية العام، على حساب الشتاء البلدية قليلة، إما ديال مصر رخيصة شوية 100 درهم 80 درهم، ديال الهند 60 درهم 70 درهم، البزار 80 درهم، البرقوق 60 حتى 80. شنو تقديتي للعيد؟ تقديت كلشي. بحالاش؟ عطرية، السكنجبير، الخرقوم، البزار، المروزيه، كامون، الثومه، ايوا هادشي اللي عطى الله، والبرقوق، والزبيب، المشمش، هذا الفاكهه، اللوز، القرقع، التمر، ايوا الحمد لله. ومن ناحيه الاثمنه كي دايره هذا العام؟ والحمد لله، عام على عام تيتزاد، بنادم راه غادي مع الوقت بنتي. Oh, I'm out.